بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن النحو من العلوم النافعة المتداولة قديما وحديثا، وبه تعرف معاني الكلام، ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو للعلوم كالملح للطعام. ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، ثم أبو الأسود الدوري، وهو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد وغير ذلك، وفي الاصطلاح ما يعرف به أحوال الكلمة بناء وإعرابا. وغايته معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نبذة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة يقبح بالإنسان جهلها، خصوصا طالب العلم والناظر في الكتب والمملي لها، ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فقد أفتى بعض العلماء أن ذلك يدخل حتى في ألفاظ الحديث وتحريف المنصوب إلى المرفوع وعكسه ونحو ذلك، وهذا أوان الابتداء. الكلمة قول مفرد وضع لمعنى، والكلم قول مركب لم يتم به المعنى، والكلام هو اللفظ المركب المفيد. وأقسام الكلام اسم وفعل وحرف ولا رابع لها، فالاسم كل ذات، والفعل حركتها، والحرف ما ليس بذات ولا حركة. ويعرف الاسم بدخول الألف واللام في أوله، وبدخول حروف الجر عليه وبالتنوين. وهو ينقسم إلى أقسام: مضمر كأنا وأنت وهو وهي وأخواتها، وإلى علم كزيد وخالد، وإلى مضاف وغير ذلك. وينقسم أيضا إلى قسمين: معرفة وهو ما مر، ونكرة وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه كرجل وفرس. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لأجل دخول العوامل عليه، وهو يختلف باختلافها، وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزم، ولا يدخل الجزم على الأسماء، ولا يدخل الخفض على الأفعال أبدا. ويكون الإعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات، فالحروف في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، والحركات في غيرها. والأفعال ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، فالماضي كضرب والأمر كضرب، والثالث المضارع، وهو ما أوله أحد الحروف الأربعة الزوائد، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، نحو أضرب ونضرب ويضرب وتضرب. والفاعل مرفوع أبدا، والمفعول به منصوب أبدا، والمبتدأ والخبر مرفوعان، والظروف منصوبة وهي قسمان: ظرف زمان ومكان. وأما العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم، فسأملي عليك منها أعدادا نافعة للإنسان مصلحة للسان. أولها حروف الجر تدخل على الأسماء فتجرها، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ومنها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به ولا تؤثر فيهما إعرابا، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة في آخر الماضي. وأما الفعل المضارع فيدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا، وهي أنولا وكي ولام كي ولام الجحود وإذا وغيرها. وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه، وهي لم وألم وإن ومهما وأين وإذ ما ونحوها. ويدخل على المبتدأ والخبر المرفوعين كان وأخواتها، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس وأخواتها. وكذلك تدخل عليهما إن وأخواتها، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن. وكذلك ظننت وحسبت وأخواتها، تدخل عليهما فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ومن العوامل إلا فتنصب المستثنى وغير وسوى تجر المستثنى. ومنها كلمات تجر ما بعدها بالإضافة، وهي سبحان وذو ومثل وأولو وكل وبعض ومع ونحوها. ومنها ظرف الزمان كاليوم والليلة وبكرة وغدا، فهي منصوبة في نفسها وما بعدها مجرور. وظرف المكان مثل قبل وبعد وفوق وتحت، وهي منصوبة في نفسها
مجرور ما بعدها. ومن الأسماء ما لا ينصرف، أعني لا يدخله الجر والتنوين، كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام.